بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في هذا الفيديو تطبيق مسألة مهمة جدا على القوانين الكتيرة اللي قلناها في الفيديو السابق، وهي مسألة تطبيق مباشر وهتعرفنا القوانين بسهولة جدا. المسألة بتقول لي اقترض شخص مبلغ ما، أترجم كده مبلغ ما يعني الايه ما عرفهاش، يستحق في نهاية 9 شهور، ادي الان طبعا أترجم على طول على 12 ما فكرش، وحسبت القيمة الحالية الصحيحة بمعدل 10%، فكانت اللي هي القيمة الحالية الصحيحة كانت اللي هي بنرمز لها برمز ايه، هتحفظ مع الوقت الرموز. عايز ايه بقى؟ عايز 4 حاجات حضرتك، عايز الخصم الصحيح والقيمة الاسمية والقيمة الحالية التجارية والخصم التجاري. الاربع رموز دول اكس اي اس اي او اكس او، يبقى عايزين الاربع رموز دول نشوف هنجيبهم ازاي واحده واحده كده. ايه المعلومه عندي؟ ده المعطى، المعطيات اهو، المعطى اهو، الاي ب 40,000، دي القيمه الحاليه الصحيحه اللي هو قالها لي في المساله بالعربي، هترجمها لرموز بقى، وادي الاي وادي الان، قلنا على 12 عشان دي شهور. نبدا بقى بالاربع رموز واحده واحده. هو عايز اول حاجه الخصم الصحيح. الخصم الصحيح يا جماعه بيساوي ايه؟ بيساوي القيمه الحاليه الصحيحه في اي فين، زي الفايده يعني، الخصم زي الفايده بالظبط، مبلغ في معدل في مده. بس لو الخصم، انا شغال خصم صحيح، المبلغ ده بيبقى اسمه القيمه الحاليه الصحيحه، لو شغال خصم تجاري هنشوف هيبقى اسمه ايه. يبقى اضرب المبلغ في المعدل في المده، انا جبت خصم ب 3000. طيب تاني مطلوب على طول، قال لي طب هو القيمه الاسميه اللي كنت المفروض، طب انت عرفت الخصم وما عرفتش كنت هتدفع كام في الاخر، طب ده معناه كنت هتدفع كام في الاخر؟ طيب انا دفعت فعلا 40,000 واخد خصم 3000، يعني كنت المفروض ادفع كام؟ ازودهم بقى على ال 40,000، يبقى المفروض ازود ال 40,000 زائد ال 3000 يديني يعني انا خدت خصم 3000 ودفعت للراجل ده فعلا 40، اقول الله يعني الراجل ده اداني 3000، يبقى المفروض ادفع كام؟ 43. ليه يا جماعه الكلام ده؟ لان اصلا قانون الخصم الاساسي بيساوي ايه؟ الاسميه ناقص الحالي. طب الاسميه اللي هي الاس انا عايزها بجبر بقى، اروح مطلع الحاليه دي بعكس الاشاره بره بالموجب، يبقى الخصم زائد القيمه الحاليه يديني 43,000. يعني في كذا طريقه تفكير ممكن توصل بيها لهذه النتيجه. طب عايز ثالث مطلوب، الرمز الثالث اللي طلبه القيمه الحاليه التجاريه. يا شباب القيمه الحاليه التجاريه شوف القيمه الحاليه التجاريه بتعتمد على القيمه الاسميه، بتساوي القيمه الاسميه في واحد ناقص مش زائد، ها اي في ان. يبقى أنا طب اجيب منين الاس؟ شوف انا جبت لك طلبت الاس هنا، فهصبها في المطلوب اللي بعده على طول. يبقى ال 43,000 اللي هو كنت المفروض ادفعه في الاخر في 1 ناقص 10% في 9 تديني قيمه القيمه الحاليه، بس لو انا شغال ايه يا باشا؟ تجاري. ماشي يا شباب؟ اديتني 39,775. كويس. يبقى اخر حاجه الخصم التجاري. طب زي ما جبت القيمه الحاليه التجاريه هات لي بقى الخصم التجاري كمان. الخصم، شوف الخصم الصحيح حسب على القيمه الحاليه الصحيحه، اما الخصم التجاري يحسب على القيمه الاسميه. يبقى كل واحد بيتحسب بدلاله حاجه يا شباب، ده بيتحسب على القيمه الحاليه الصحيحه وده بيتحسب على القيمه الاسميه. القيمه الاسميه انا حسبتها اللي هي 43,000 في 10% في 9 على 12 تديني الخصم التجاري ب 3225. وطبعا قيمه الخصم التجاري دايما تبقى اكبر من قيمه الخصم الصحيح، وده بسبب ان التجاري بيقسم على 360 زي ما قلت لك قبل كده. وانا هكتفي بالمساله دي ان احنا نتقنها كويس جدا عشان نطبق على القوانين اللي فاتت لغايه ما ناخد الجزء الجديد في القيمه الحاليه والخصم ان شاء الله، ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.